السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقة تثبيت مود المساعد كلوف كيل كيل كيليو فور ومود لودر واي اس اي لودر. هذا المساعد الثلاثة لما تثبته في لعبة جي تي اس سان اندريس تقدر تشغل كل انواع المودات من الجرافيك والتعديلات واضافة سيارات و و و وكثير اشياء. طبعا كيف تثبت هذا المساعد الثلاثة؟ الطريقة جدا سهل. اول شيء ادخل الديسكريبشن وحمل المساعد كيليو 4 موديل لودر و اس اي. بعد تحميل الملفات الثلاثة نروح لطريقة التثبيت. اول شيء افتح موقع تثبيت اللعبة Open File Locations. بعد ما تفتح موقع تثبيت اللعبة أول شيء طريقة تثبيت كيلوف 4. أوكي اضغط على دبل كليك كيليو 4. أوكي الحين كل ما عليك أنك تحدد جميع الملفات اللي في ملف المضغوط مباشرة انقلها في مجلد اللعبة الرئيسي واضغط على لاصق واستبدال. اوكي بعد ما تنغل الملف خلاص المود اول كليو 4 جاهز وامكانك اضافة مودات. اوكي الحين نروح لتثبيت مود لودر. مود لودر اضغط عليه دبل كليك. كل ما عليك انك تحدد ملف مود. هذا الملف شوفوا مود، يعني راح نفتح مرة ثانية. تحدد ملف مود لودر والملف مود لودر ASI. اسحبه مباشرة في مجلد اللعبة واضغط على لاصق واستبدال. اوكي خلاص تم التثبيت. الحين الملف ASI لودر اضغط على دبل كليك. الحين كل ما عليك انك تحدد جميع الملفات ما عدا ملف readme، هذا ما يحتاج. كل ما عليك انك تحدد تنقله مباشرة الى مجلد اللعبة الرئيسي. وبهذا الشكل خلاص تم التثبيت التعديل اضافة المساعد كيليو 4 موديل لودر و ASI في لعبة جي تي اس اندر. الحين بامكانك انك تثبت كل انواع المودات، جرافيك، تعديلات، مودات مثلا مود عدم وقوع من سيارة ومود الجرافيك مثل ما قلت اضافة سيارات وكثير. وبس هذا هو المقطع، مع السلامة.